السيد السفير علي العشيري مساعد وزير الداخلية لشؤون القنصلية للمصريين في الخارج. مساء الخير سيادة السفير. مساء النور يا استاذ خيري. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك سيادة السفير. هو هل لدينا في مصر تعداد للمصريين العاملين في الخارج او العايشين بره؟ استاذ خيري انا الصوت مش واضح الحقيقه. طيب انا هكرر السؤال تاني. حضرتك كده سامعني؟ اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك هل لدى مصر تعداد لعدد المصريين في الخارج؟ لدينا اعداد تقديريه مصدرها الدبلوماسيه والقنصليه ومصدرها ايضا وزارات العمل في الدول المعنيه. عن 8 مليون في حدود 8 مليون مصري في دول العالم، وهذه أعداد تقديرية. ليه ما بنقدرش نوصل للأعداد الفعلية؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن مش كل المصريين بيسجلوا بياناتهم لدى السفارات والقنصليات، رغم أن التسجيل يعني مجاني، وايضا يعني مطلوب من كل مصري ومكتوب في جواز السفر الذي يحمله كل مصري انه يجب ان يتوجه الى السفاره او القنصليه لتسجيل بياناته. ده السبب الاول. نعم. السبب الثاني ان من المنبع يعني قبل السفر لو كل مصري بيسافر بعقد عمل وبتاشيره عمل يتم مراجعة العقد من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، سنستطيع أيضا أن يكون لدينا إحصاء أو حصر دقيق لمن يسافرون بغرض العمل. بس ليس كل المسافرين بغرض العمل يحصلون على عقد عمل ويقوموا بتوثيقه لدى وزارة القوى العاملة والهجرة، ده أيضا سبب آخر. سبب ثالث ان ليس كل المصريين العاملين في الخارج يتقدمون للحصول على تصريح عمل. كلنا نعلم ان هناك تصريح عمل لابد من الحصول عليه وكل سنة بيجدد. يعني المصري عندما يعود الى مصر يبقى حريص على تجديد تصريح العمل لانه مستند مهم قبل الوصول الى مصر وحتى لا يواجه اي مشاكل عند المغادرة. هذه هي الأسباب في تقديري الرئيسية وراء عدم وجود يعني تقديرات يعني حقيقية على أعداد المصريين في الخارج. طيب سيادة السفير، من لهم حق التصويت؟ عددهم قد إيه؟ الذين لهم حق التصويت هم المقيدون في الجداول الانتخابية، وكان عددهم في آخر استحقاق انتخابي سابق وهو التصويت على الدستور 2014 في حدود 681 ألف. هؤلاء هم الذين يحملون بطاقة الرقم القومي وكانوا يسجلون بياناتهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات. هذه المرة في تطور هام جدا حدث وهو إلغاء التسجيل المسبق، وبالتالي هناك شريحة جديدة سوف تضاف لهذا العدد، هي الإخوة الذين لم يسجلوا بياناتهم من قبل في أي استحقاق انتخابي سابق. هؤلاء سوف يتمكنون من الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. نعم. هل لدينا مؤشرات في وزارة الخارجية عن عدد الذين أدلوا بأصواتهم اليوم في السفارات المصرية في الخارج؟ اولا انا عايز اقول لحضرتك ان اليوم الاول تم التصويت في اجواء ايجابيه، اجواء حماسيه، اجواء احتفاليه منذ الساعات الاولى لبدء التصويت، وكلنا نشاهد منذ الصباح التوافد الكبير ومن مختلف الاعمار ورجال وسيدات وشيوخ وكبار وصغار. الاهم من ذلك ان العدد وصل في نهاية اليوم الأول إلى أكثر من 65 ألف. 65 ألف يعني تجاوزنا أو اقتربنا من 10%. أكثر من 65 ألف، وما زالت السفارة المصرية في الكويت حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة ما زال هناك ناخبين سيسمح لهم طالما تواجدوا في محيط السفارة. وأنا أود من خلال البرنامج أن أوجه رسالة إلى أبناء مصر في الخارج، من فضلكم
انبعاثاتنا الدبلوماسية والقنصلية سوف تظل تعمل حتى لو انتهى الوقت وهو 9 مساء، طالما هناك ناخبين في محيط اللجنة حتى لو استمر العمل لعدة ساعات. نعم سيادة السفير، وصلت لحضراتكم الشكاوى بتاع البطاقات اللي غير مدون فيها عنوان المواطن المصري في الخارج، غير مدون فيها عنوانه في مصر لا يستطيع التصويت؟ هذه مشكلة مزمنة حضرتك، يعني واجهناها في التصويت على الدستور ونقلنا هذه المشكلة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويعني تحدثنا في أكثر من لقاء واجتماع، نعلم أن عددهم في حدود من 5 إلى 6 آلاف ناخب في كل دول العالم. هؤلاء يحصلون على بطاقة الرقم القومي، إنما مقيد بها أن التيم أو العنوان بالخارج. الحقيقة اللجنة يعني بعد محاولات كبيرة لحل هذه المشكلة وجدت أنه لابد من تعديل القانون، وهذا لم يكن ممكنا الحقيقة، إنما احنا بنعد من جانبنا كوزارة خارجية يعني أن نبحث عن حل لهذه المشكلة في أول استحقاق قادم بإذن الله. سيادة السفير، هل حضرتك تتذكر عدد الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الماضية في الخارج؟ يعني لا نستطيع أن نقارن لأن ما زلنا في اليوم الأول، والأيام الثلاثة القادمة يا أستاذ خيري كلها أجازات. نعم. يعني النهاردة كان يوم عمل، إنما الجمعة السبت الحد هي أجازات في كل دول العالم، فنحن نتوقع زيادة كبيرة في أعداد الناخبين في الأيام الثلاثة القادمة. إذا قارنا التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية السابقة، كنا نتحدث عن التصويت البريدي وكان يمثل نحو 65% تقريبا من عدد الأصوات، كان اللي بيتواجد على بعثتنا في حدود 35% فقط. لا وجه للمقارنة إطلاقا بين عدد الناخبين اليوم وأي استحقاق انتخابي سابق من حيث العدد، لا وجه للمقارنة، اليوم أكبر بكثير. اليوم ما هي الدول التي لم يتم فيها التصويت؟ يعني يقولون أن هناك 3 دول تمت استحالة التصويت فيها. هي 4 دول على سبيل الحصر لأسباب أمنية مؤقتة، وأكرر أنها مؤقتة إن شاء الله، في أول استحقاق قادم تنتهي هذه الأسباب، هي ليبيا، سوريا، الصومال، أفريقيا الوسطى. وبالمناسبة هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها يعني استبعاد بعض الدول، لأن سوريا من قبل كانت أيضا مستبعدة تصويت على الدستور، وكذلك الصومال. المصريون في هذه الدول يعني إذا سمحت ظروفهم أمامهم فرصتان، الفرصة الأولى أنهم لو تواجدوا في مصر سيكون من حقهم أيضا التصويت في الداخل، الفرصة الثانية إذا كانوا قريبين من دولة أخرى واستطاعوا أن يتواجدوا لسبب أو آخر، لو مصري مقيم في ليبيا وقريب من تونس وتمكن من زيارة تونس خلال فترة التصويت، سيتمكن أيضا بعد إلغاء التسجيل المسبق، وهذا تسهيل كبير قدمته لجنة الانتخابات الرئاسية لأول مرة في هذه الانتخابات. بشكرك جدا سيادة السفير علي العشيري مساعد وزير الداخلية للشؤون الخارجية لشؤون المصريين في الخارج.